الحياة لا تتغير في دقيقة واحدة، لكن القرار الصحيح الذي يتم اتخاذه في دقيقة واحدة يمكن أن يغير حياتك كلها. مرحبا صديقي العزيز، سأخبركم اليوم عن توقعات شهر يونيو لصعود برج العقرب. هذا الرسم البياني للكواكب التي تدور في حالة عبور. بردس في السابع من يونيو والثاني والعشرين من يونيو. في يناير كشتورث يوم الرابع عشر من يونيو. سينكشت شتورث يوم السابع والعشرين من يونيو. القمر الجديد في العاشر من يونيو. اكتمال القمر في الرابع والعشرين من يونيو. حدث كسوف للشمس في العاشر من يونيو وهو غير مرئي في الهند. الآن دعنا ننتقل إلى التنبؤ. هنا رقم ثمانية مكتوب، لذلك أنت صاعد من برج العقرب. إذا كان برجك عند الولادة يحتوي أيضا على ثمانية أرقام مكتوبة هنا، فهذا التوقع يناسبك. يرجى عدم ارتكاب أي خطأ في مشاهدة الفيديو، وإلا فلن يتطابق التوقع. هذا التوقع على أساس الأوقات والتواريخ الهندية، لذلك يجب عليك تعيين التنبؤ من تاريخ ووقت بلدك. يجب أن تكون حذرا أثناء القيادة. بسبب صن وراح معا في المنزل السابع، يمكن أن تكون هناك خلافات بين الزوج والزوجة. ليس عليك الخلاف مع شريكك في الحب. يجب عليك إطعام كلب الشارع. المريخ هو صعودك وسيصبح المريخ منهكا في الثاني من يونيو. يصبح المريخ منهكا في علامة السرطان. لا يزال كبت جالسا في صعودك، فلن تكون قادرا على اتخاذ القرار الصحيح. كيتو في الصعود يقلل من ثقتك بنفسك. المريخ الأدنى في المنزل التاسع. قد تضعف العلاقات مع الأب. إذا كنت تفكر في الذهاب في رحلة طويلة، فقد يتم إلغاءها. سيكون لديك نفقات، لكن عملك لن يتم. إذا أردت السفر إلى الخارج، فسيتم إلغاؤه أيضا. سوف تبتعد عن الأعمال الدينية. بسبب المريخ، سيزداد غضبك، ومن ثم يمكن أن تفسد علاقتك بوالدك وكبار السن في المنزل. سوف يكون المريخ جانبا لمنزلك الثاني عشر، فقد تكون هناك مشكلة في الأعمال الأجنبية ذات الصلة. قد تأتي المشكلة في حياتك الزوجية. راح بالفعل، كونك في منزلك السابع، سوف يسبب لك مشاكل في حياتك الزوجية. راح أيضا سوف يفسد نومك. المريخ هو أيضا رب منزلك السادس. في هذا الوقت لست مضطرا للقتال مع أي شخص، وإلا فستكون في مأزق. المريخ يجلس في المنزل التاسع، والذي سيكون بجانب زحل. زحل الآن إلى الوراء، وبسبب سلبيته، فإنه سيزيد من مشكلتك. إذا كان المريخ في وضع جيد في برجك عند الولادة، فهذا جيد، وإلا فسيكون ذلك مشكلتي بالنسبة لك. زحل في المنزل الثالث وهو الرجعي، لذلك سيكون عليك العمل دون داع. قد تسوء علاقاتك مع إخوتك. سيظهر كوكب المريخ أيضا في كوكب المشتري، ويجلس في المنزل الرابع، ثم قد تكون هناك خلافات في المنزل بشأن الملكية. قد تكون هناك اختلافات في الرأي مع الأسرة، ولكن سيتم تقليل المشكلة قليلا بسبب وجود كوكب المشتري هنا. كوكب المشتري يجلس في منزلك الرابع. هذه المرة ستكون جيدة للطالب. في العشرين من يونيو، سيتراجع كوكب المشتري، ثم سيؤثر على منزلك الثاني والرابع والخامس. بسبب ذلك قد تتدهور حالة والدتك الصحية. قد تأتي المشكلة في دراستك. قد تزيد نفقاتك أيضا. بالنسبة لبعض الأعمال القديمة، إذا لم تكن قادرا على اتخاذ القرار، فستتمكن من المضي قدما من خلال اتخاذ قرارها. سير كوكب المشتري جانب منزلك الثاني عشر. في هذا الوقت ستكون قادرا على التبرع والبقاء مشغولا في الأعمال الخارجية ذات الصلة. زحل هو رب منزلك الثالث والرابع. سوف يتراجع زحل في هذا الوقت. مهما كان القرار الذي اتخذته بشأن أطفالك أو بشأن دراستك، فسوف تأخذ عملك إلى أبعد من ذلك من خلال اتخاذ هذا القرار. الزهرة هي رب بيتك السابع. كوكب الزهرة جالس حاليا في منزلك الثامن في برج الجوزاء. في هذا الوقت يمكن أن يسبب لك بعض الأمراض النسائية.
العلاقة مع الأزهار ستكون جيدة. تمثل الزهرات أيضاً علاقتكما خارج نطاق الزواج في المنزل الثامن. إذا كنت تقوم بعمل تجاري فقد تكون هناك مشاكل. بعد 22 من يونيو ستدخل كوكب الزهرات في المنزل التاسع مع المريخ حتى تتمكن من إقامة علاقة حب مع شخص ما. سيتحرك عطارد في منزلك السابع يوم 3 من يونيو. قد تتدهور الحالات الصحية للزوج خلال هذا الوقت. سيبقى عطارد رجعي في هذا الوقت. بسبب ذلك سيكون هناك بعض المشاكل في حياتك الزوجية. سيكون هذا وقتا جيدا للعمل حيث أن سنرح وميركيري معا في منزلك السابع. الشمس هي رب بيتك العاشر، وكونك مع راحو في البيت السابع قد يضر بصحة والدك. في هذا الوقت قد تضطر إلى مواجهة الإضلال. ستزيد الشمس من غضب زوجك، سيخلق شعورا بالغرور وسيصبح كلامهم أيضا مريرا. إذا لم يكن لديك شراكة في العمل في هذا الوقت فهذا جيد. في 15 من يونيو ستنتقل صن إلى المنزل الثامن في الجوزاء، ومن ثم قد تواجه مشكلة في وظيفتك. عليك أن تأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة. يمكن أن تحدث إصابات طفيفة. العلاقة مع الأزهار ستكون سيئة. لنرى الآن الأيام السيئة. أنت أو أنا يوما أو يومين في الشهر، مما يسبب لنا التوتر وعدم الراحة والمتاعب. المتشائمون يصنعونها، وهذا هو الوقت الذي يدخل فيه سيد العقل والدماغ في الموقف السلبي. عندما يأتي القمر في المنزل السادس أو الثامن أو الثاني عشر فإنه يألمنا. أولئك الذين ليس لديهم ولادة قمرية جيدة يمكنهم مراقبة برادوش في السابع من يونيو والثاني والعشرين من يونيو. هذا هو صوم اللورة الشيفة. 5 و6 من يونيو، 11 و12 من يونيو، 20 و21 من يونيو. ستكون هناك أيام سيئة بالنسبة لك، لذا يجب ألا تتخذ أي قرار خاطئ في هذا اليوم. إنه لأمر جيد إلا تسقط في فوضى الهدر. تحكم في كلامك. لا تقل أن روح أحدهم مجروحة. قد تزيد نفقاتك. يمكن أن تأتي المشاكل الصحية أيضا. تعرف لنا على جدك سريوج. عندما يكون كوكب المشتري والقمر معا، أو كوكب المشتري والقمر وجها لوجه بعضهما البعض، أو في 4 أماكن، يتم تشكيل يوجاجاج كالشري. تماما مثل الآن، كوكب المشتري موجود هنا، عندما يأتي القمر هنا، في برج الدلو، أو سيأتي هنا في برج الثور، أو سيأتي هنا في برج الأسد، أو سيأتي هنا في برج العقرب. ثم بسبب المشتري والقمر، جاج سيتم تشكيل كسريوج. في جد كسريوج، هناك مزيج من كوكب المشتري والقمر. المشتري يعني المال والقمر يعني الماء. لذلك خلال هذا اليوم تدفق الأموال جيد. إذا كنت تقوم ببعض الأعمال فيمكنك تحصيل المدفوعات من شخص ما. خلال هذه الأيام يمكنك الحصول على فائدة. إذن هذا هو جد كسريوج. يتم تحضير يوجاجد كسر من أجلك في هذه الأيام 5. 1 يونيو، 9 يونيو، 16 يونيو، 22 من يونيو، 29 من يونيو. لذلك هذه الأيام 5 ستكون مفيدة لك. من خلال تذكر اللورة دراما أولا كل يوم 3 وقراءة حنوم تبالس وتوزيع الحلويات على الأطفال في المعبد، سيكون ذلك مفيدا لك. بالنسبة لأولئك الذين لم تكن ولادتهم المريخ جيدة، مما يعني أن المريخ في المنزل الرابع أو الثامن أو 12 في برجك، يمكنك إذن مشاهدة فينايا كنشات ورثي في 14 من يونيو وسان كاشتشات ورثي في 27 من يونيو. إذا كان الراحو سيئا في برجك، بمعنى أنه في المنزل الرابع أو الثامن أو 12، فعليك أن تقرأ فصل سحسترين في كل قمر جديد. في المياه المتدفقة سيقلل تساقط جوز الهند من التأثير السيء للرحو. في هذا الشهر يكون القمر الجديد في 10 من يونيو. حدث كسوف للشمس في 10 من يونيو وهو غير مرئي في الهند. إذا تبرعت في هذا اليوم فسيكون ذلك مفيدا لك.
إذا كنت لا تستطيع تبرع تعويذة الشمس يمبروكيوزم سانتسين كسيابيلم محدايوتم تموري سورف ببجلم برينتوز من دفكرم علامة اقتباس. يجب على المرء أن يردد هذا المنترا. يمكن أن يؤدي ترديد سان مانترا إلى التخلص من كل مشاكلك. إن ترديد المانترا أثناء الكسوف يثبت بسرعة أن المانترا في كل قمر جديد العاشر من يونيو ضع بعض السمسم الأسود في الماء وقد مهلش جراب يبال وسوف تحصل على الفائدة أيضا. لذلك كان هذا هو توقع شهر يونيو لصعود برج العقرب. استمر في مشاهدة قناتنا لمزيد من المعلومات. أشكرك.